طالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر بالوقوف خلف المنتخب الوطني لكرة القدم، مضيفا أنه من المهم الحفاظ على هذا الفريق الكبير. وشدد رئيس المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة الحفاظ على الروح المعنوية وعدم السخرية أو التسبب في إشعال الفتن بين الجمهور، موضحا أن هناك لجانا لرصد المخالفات في البرامج الرياضية.